السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمتابعه تطورات الخلافات بين الشرعيه والمبعوث الاممي وتداعيات ذلك على علاقه الشرعيه والامم المتحده. إذن أكدت الأمم المتحدة على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى حل سلمي على أساس المرجعيات الثلاث. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على ملاحظات الرئيس هادي والحكومة حول عملية تنفيذ اتفاق الحديدة. وقال غوتيريش إن كافة الشواغل التي أثيرت قد تم أخذها بعين الاعتبار، مثمنا المرونة والتعاون الذي أظهرته الحكومة اليمنية. وأكد غوتيريش أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني. مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل سويت الخلافات بين الشرعية والمبعوث الأممي؟ وهل يمكن القول إن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة تعد بمثابة تمهيد الطريق لعودة جهود المبعوث الأممي من جديد؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. مجددا، يفعل خط الرسائل للتفاهم حول الخلاف الناشئ مؤخرا بين الأمم المتحدة والرئيس هادي. فبعد رد أول من الأمين العام للأمم المتحدة على رسالة الرئيس هادي، كان فحواها تجديد الثقة بالمبعوث الأممي مارتن جريفيث مقابل استياء الشرعية اليمنية، بالإضافة إلى إرسال مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية للتباحث حول ذات الموضوع، يعاود الأمين العام للأمم المتحدة إرسال مذكرة أخرى أكد فيها الأخذ بأسباب القلق التي دونها هادي في رسالته. الأمين العام أوضح أيضاً أن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل مفتاح الحل للأزمة في البلاد، مثمناً المرونة والتعاون الذي أظهرته حكومة هادي ومشيداً بها كممثل شرعي وحيد للشعب اليمني. وتلك جمل تحمل نوعاً من المرادات وذر الرماد على العيون كما يراها مراقبون ومهتمون بالشأن اليمني. الرسالة الأخيرة، وبالنظر إلى توقيتها وكأنها تمهد الأرضية لعودة جهود جريفيث في التباحث مع الأطراف اليمنية بعد أن أثمرت جهوده السابقة عن مسرحية تسليم الميليشيا لموانئ الحديدة، وذلك ما رفضته الشرعية وقاد إلى الخلاف الحالي. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من نيويورك. سينضم إلينا الناشط السياسي لبيب ناشر. سيد لبيب، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك سيد لبيب. يعني لو بدأنا إجمالا، كيف تقرأ تعامل الشرعية مع الملف اليمني؟ هناك قصور في جوانب كثيرة في تعامل الشرعية على فترة الأربع سنوات الذي مضت. واضح لجميع المراقبين والمتابعين للوضع العام اليمني بأن القصور يشمل تقريبا كافة الجوانب في الدولة، الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدبلوماسي والجانب الاقتصادي والجانب الإنساني. القصور شامل في أداء الشرعية، لا جدل في ذلك. القصور شامل، وهذا هو سبب قوة الحوثي مع المجتمع الدولي. هذا هو المصدر، ضعف الشرعية هو المصدر الرئيسي لقوة الحوثي. للأسف الشديد، يعني نحن الآن نتحدث في البرنامج هذا عن موضوع الحديدة. نعم، هو سنأتي لموضوع الحديدة هنا. من وجهة نظرك يعني سيد لبيب، يعني ما الجديد في محتوى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس هادي؟ كما جاء في تقريركم قبل قليل، هي الموضوع عملية مراضة لا أكثر للشرعية. إذا ركزت في نص الرسالة التي جاءت من الأمين العام، أكدت على ثلاث نقاط: أن هذه الشواغل الذي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية إلى المنظمة الدولية، لاحظ أن لفظ الشواغل في حد ذاته هو التصغير لشأن أو لقيمة الرسالة التي جاءت من رئيس الجمهورية الشرعي للحكومة الشرعية إلى الأمم المتحدة. هي ليست شواغل وليست مخاوف، هذا واقع حقيقي يتحدث عنه رئيس جمهورية شرعي. ثانيا، ردوا عليه بأنه يعني نحن نشكر مرونتكم. هم لا يشكرون المرونة، هم يشكرون ضعف وعجز الحكومة الشرعية في أدائها، والذي أدى بالتالي إلى فرض إرادة الحوثي على واقع الحال.
ثالثا يؤكدون بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهذا بطبيعة الحال التوب لاين يسموه يعني في عملية المرابعة. فالرسالة لم يكن فيها شيء جديد، بالعكس الرسالة هي مجرد إغواء أو إلهاء أو مرابعة بالمعنى الفصيح أو الصريح للحكومة الشرعية. نعم. طيب بالنسبة للحكومة، هل تعتقد بأنها ستكون راضية بعد هذه الرسالة وسوف ينتهي كل الخلاف القائم؟ طبعا لا، الحكومة ليست راضية. كان معي تواصل مع عدد من المسؤولين، الكل يؤكد استياءه من المنظمة الدولية، ولكن يبقى السؤال ماذا ستفعل الحكومة كرد فعل عن الآتي في قادم الأيام من الأحداث. بمعنى الآن هناك تواصلات رسمية لا يخفى على أحد ذلك، هناك تواصل رسمي وتنسيق ما بين المنظمة الدولية وما بين جماعة الحوثي حول عملية آلية التفتيش، بل وأكثر من ذلك أن جماعة الحوثي هذه العصابة الإجرامية تحاول أن تفرض على المنظمة الدولية آليتهم الخاصة في عملية التفتيش، وترفض رفضا قطعيا التفتيش التفصيلي والدقيق للشاحنات التي تصل إلى الحديدة، وهذا سيفتح خط كبير جدا في تهريب عمليات السلاح وما إلى ذلك. هذه مخاوف كبيرة لدى الحكومة الشرعية ولدى المنظمة الدولية في نفس الوقت. يفترض أن هذه المخاوف تكون عامل مشترك ما بين الحكومة الشرعية والمنظمة الدولية، يبنى على أساسها عمل في قادم الأيام للضغط العكسي أو المعاكس أو المضاد على الحوثي. لكن للأسف الشديد ليس هناك إلى الآن شيء واضح أو آلية واضحة لدى الحكومة الشرعية في هذا الجانب. الموضوع الآخر أنه الحوثي وقضيته مع ميناء الحديدة لن تحل، أنا في وجهة نظري الشخصية لن يكون هناك حل سياسي، كما قلت في أكثر من حلقة على قناة الكيس، لن يكون هناك حل سياسي، لن يكون هناك حل دبلوماسي. الحوثي يجب أن تقطع يده من الحديدة لكي أو تأخذها الشرعية بالعنوة. هذا في رأيي الشخصي أنا. أما أن نتبع المنظمة الدولية والأصول العامة للدبلوماسية الدولية في حل قضية الحديدة، هذه لن تؤدي بنا إلى أي نتيجة. ما يحصل الآن هو أن الحوثي أقنع العالم بأن تم عملية من طرف واحد، طبعا تمت على المسرحية التي تمت فيها عملية تسليم الميناء للقوات الشرطة وما إلى ذلك، والأمم المتحدة وافقت على ذلك، والأمم المتحدة الآن تسير في المرحلة التالية من بعد التفتيش، وهي مرحلة الاتفاق على آلية المرحلة التالية من مرحلة التسليم، وهي مرحلة آلية التفتيش. نعم. لكن يعني إلى متى سيد لبيب، إلى متى يأتي التساؤل، يعني ستستمر الأمم المتحدة بإعادة يعني النظر مرة أخرى وإعادة المفاوضات مرة أخرى بشأن هذا الميناء وبشأن اتفاق ستوكهولم، بينما يعني تتناسى أو تتجنب الوقوف على نتائج الإخفاق أو أسباب الإخفاق في الفترات السابقة؟ بمعنى يعني تأتي اليوم الدعوة إلى عودة المبعوث الأممي من جديد للاجتماع بالأطراف، بينما يعني مرت فترة طويلة تجاوزت الستة الأشهر، ويعني عرفت خلال هذه الفترة أين أسباب الفشل أو أسباب الإخفاق ومن المتسبب الفعلي وما الذي يجب أن توضحه هذه المنظمة ومبعوثها للمجتمع الدولي؟ لن تعود الأمور إلى الموقع الصح، إلى التفاوض وإلى العملية السياسية إلا إذا كانت هناك دعوة صريحة من الحوثي وطلب صريح من الحوثي للأمم المتحدة يدعو بها إلى التفاوض، لأنه في تلك اللحظة سيكون الحوثي قابل أو مهيأ لعمل تنازلات. والحوثي لن يصل إلى هذه النقطة، إلى طلب الهدنة وطلب المفاوضات، إلا إذا رأى خطر حقيقي عليه على الواقع في الأرض، وهذا لن يكون هو في مسألة طلب الحوثي. ربما سمعناها كثيرا من الحوثي ومن يمثله سياسيا بأنهم على استعداد للمفاوضات وللقيام بأي تسوية في مسألة الحديدة، ويتم استهلاك الوقت في نهاية المطاف، تصل النتيجة إلى يعني نهاية متعثرة، وهذا ما يحدث وما حدث خلال الفترة السابقة. يا أخي أنا يعني مستغرب من حاجة، يعني فعلا شيء غريب. الكل الآن
يعتقد بان الامم المتحده والشرعيه والحوثي يسيرون وفق اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم فشل تماما، فشل بسبب يعني تصرفات الحوثي، فشل بسبب تعنت الحوثي. الحوثي لم ينفذ بند واحد من الاتفاقيه. كيف تظل الامم المتحده والشرعيه كيف يظلون مؤمنون بان هناك ما يزال اتفاقيه وان هناك تفاوضات قد تتم بناء على تلك الاتفاقيه؟ يجب طالما ان الحوثي افشل بنود الاتفاقيه، يجب ان توجه رساله من الحكومه الشرعيه الى دول التحالف، الى الامم المتحده، باننا لا نستطيع ان نستمر في الحديث عن اتفاقيه ستوكهولم، وبالتالي هذه الاتفاقيه تعتبر لاغيه، وبالتالي يجب ان تعود الامور او تاخذ الامور ماخذ اخر. جميل. ويجب ان تتصرف الشرعيه بناء على ذلك، اما بغير ذلك يا اخي الكريم، اتفاقيه ستوكهولم تنفذ من طرف واحد بمشيئه طرف واحد، باراده طرف واحد، حسب مخططات ورؤيه طرف واحد اللي هو الحوثي، وبموافقه ومباركه الامم المتحده. هذا شيء غير منصف للشعب، هذا شيء غير منصف للشرعيه، هذا شيء غير منصف للقضيه الوطنيه. الشرعيه تظل عاجزه وستظل عاجزه اذا ما تزال تؤمن بان هناك ما يزال اتفاقيه اسمها ستوكهولم. يجب قبل ان ترفع الى الامم المتحده او يجب بدلا ان ترفع الى الامم المتحده برساله تقول لها بان ما تم مخاوف ومشاغل وشيء نحن لا نقبل فيه، يجب ان ترسل الى الامم المتحده رساله تبلغهم بان اتفاق ستوكهولم فشل بسبب تعنت الحوثي ولم نعد نحن طرفا فيه، وبالتالي لنا حريه التصرف وحريه الرد فيما يخص قضيه ميناء الحديده. نعم، اذا تكرم بالبقاء معي سيد لبيب، وارحب بضيفي سينضم الينا من مكه المكرمه، سيكون معنا من هناك السيد ثابت الأحمدي محلل سياسي. سيد ثابت مساء الخير. سيد ثابت هل تسمعني؟ سيد ثابت. نعم سيد ثابت هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو هناك مشكلة في سماع أو سماعنا من قبل السيد ثابت الأحمدي، سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى، وأعود لضيفي الناشط السياسي السيد لبيب ناشر. سيد لبيب، هل نتوقع الآن عودة للمبعوث الأممي مجددا كما يعني أعلن بأنه سيعود بجولة أخرى الالتقاء بممثلين عن الحكومة الشرعية والتحالف بالرياض، هل يعني تتوقع أن الحكومة ستستقبل المبعوث الأممي وستعود مرة أخرى للجلوس معه وسيتم العمل مرة أخرى في ما يتعلق باتفاق ستوكهولم؟ نعم بالتأكيد، المبعوث الدولي بعد مقابلة رئيس الجمهورية أخي مؤخرا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون بناء السلام، هم فتحوا الباب مجددا لعملية التواصل والتفاوض والجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى من أجل التقدم في إجراءات اتفاق ستوكهولم. فمرة أخرى ستعاد الكرة، ومرة أخرى ستعاد نفس العملية، مجرد جلسات تفاوض ويستمعوا من الحكومة الشرعية، يأخذوا البنود من الحكومة الشرعية والمواد التي تريدها، ثم يذهبون الى الحوثي الذي يرفض هذا الامور جمله وتفصيلا، ثم يعودون الى الحكومه الشرعيه لكي يبلغوا رفض الحوثي فترفض الحكومه، ثم يعودون الى الحوثي الذي ينفذ ما يريده، وتقوم الامم المتحده ب يعني تاكيد على ان ما عمله الحوثي هو الصح لانه هو صاحب الارض وصاحب القرار مقابل عجز الحكومه الشرعيه، وتعود الامور مره اخرى الى وتقوم الحكومه برفع شكوى بتصرفات المبعوث الاممي وياتي اعتذار اخر وهكذا. اذا سيد لبيب، يعني لو اتينا بالتدقيق في مساله سبب الخلاف الحاصل، يعني هل يمكن القول ان ما يحدث هو نتيجه لعدم فهم الشرعية لطبيعة عمل المبعوث الأممي، أم أن الخلاف يعني هو يتعلق بأجندة خاصة يتبناها المجتمع أو يتبناها المبعوث الأممي نفسه ولا تتناسب مع طبيعة التسوية السياسية التي تريدها الحكومة الشرعية؟ هو الحكومة الشرعية لديها طبعا ناس خبراء في مجال، لا ننكر ان هناك من الكادر الدبلوماسي والسياسي الفعلا يعني الخبير في هذه القضايا وفي القانون الدولي،
لكن نحن نتعامل مع، أو الشرعية تتعامل مع عصابة، مع عصابة. العصابة هذه تعتمد فن البلطجة، وتعتمد فن أنه نحن يجب أن نفعل ما نريد، وإن وصل الأمر إلى القصف هم أساسا يقصفون، يعني وصل الأمر إلى الحصار هم أصلا محاصرين لنا، فليس لدينا ما نخسره، يجب أن نفرض إرادتنا كما نريد طالما ونحن قادرون. هم لا يتعاملون وفقا لأي أصول دبلوماسية أو سياسية دولية، لا يتعاملون وفقا لواقع الجيوسياسي الإقليمي أو في المنطقة المحيطة، هم يتعاملون وفقا لما يستطيعون. هل نستطيع أن ننفذ هذا الشيء؟ يجب أن ننفذه وتصدف الباقي. بينما الحكومة الشرعية من جهة أخرى هي ملتزمة دبلوماسيا وسياسيا أمام العالم كله، هذه حكومة شرعية، يجب أن تتعامل وفق الأصول والمعايير الدبلوماسية الدولية. فهنا يبقى الفرق. أن الذي على الأرض عصابة من البلاطجة، والذي في الأمم المتحدة دولة وشرعية. ويبقى دائما إن لم يكن هناك واقع مفروضة على الأرض بالقوة، ستنجح تلك العصابة في فرض إرادتها. إن لم يكن هناك رد فعل قوي من الشرعية بموافقة الأمم المتحدة على أن يكون هناك ضربة قوية أو تحرك عسكري قوي على الميدان في الأرض، ستبقى تلك العصابة مسيطرة وستبقى تفرض إرادتها. وبالتالي ليست قضية عدم فهم، ولكن هو خلاف في الآليات المعتمدة من قبل الطرفين. طرف يعتمد آلية البلطجة، وطرف يعتمد آلية الدبلوماسية والسياسية. نعم. والعمل الدولي وما إلى ذلك. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي سيد لبيب ناشر، كنت معنا من نيويورك، وأرحب مجددا بضيفي من مكة المكرمة. سينضم إلينا السيد ثابت الأحمدي، باحث سياسي. سيد ثابت، مساء الخير. سيد ثابت، هل تسمعني؟ سيد ثابت الأحمدي، هل تسمعني؟ نعم. إذن مشاهدينا، يبدو أن هناك مشكلة بالتواصل بالباحث السياسي ثابت الأحمدي، ونكتفي بهذا القدر. أشكر ضيفي السيد لبيب ناشر، ناشط سياسي، كان معنا من نيويورك. وفي الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم حتى الملتقى. نترككم في رعاية الله.